بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا شلون نحول دشداشة إلى شيء آخر. دشداشة مريدها يعني مستعملة أو يعني من مريدها، فإذا كان القماش مالتها فانيلة ومريحة فنحاول نتعلم بها. شلون نتعلم بها نحولها إلى شيء آخر، حتى مثلا هذه في يوم من أيام كانت دشداشة تحولت إلى شيء آخر، فتعلموا بهذا الشكل، هذا صار عندكم جرأة للقاص. فهذه تصفطيها مثل ما هي، إذا شفتيها مغيرة خطوطها خليها مثل ما هي، يعني لا تحطيها على الخط اللي مال الخياط، لا على راحتها، لأن الفانيلة تجرجر فتغير المكان مالتها. فمثل ما هي مصفطة نحددها الشكل ونقصها من جوا الأباط شوية، نروح بها بالشتف أكثر، هذا هو فتقوس. بالنسبة للحفرة راح تكون حسب مريض، وحتى لا ناخذ بكيفنا نحددها يعني بالشيء اللي نريده، هالشكل نحددها بالشيء اللي نريده وقدون هالشكل. طبعا ما يصير أقص القدام والورا نفس الشيء، لا هذه أقص بس قطعة واحدة هالشكل، وهي نفسها أقص عليها الجهة الثانية، بعدين يكون لي كأنه باترون للجهة الثانية هالشكل، أقص عليها الجهة الثانية. راح تقولوا ليش ما نطوي على الصدر، يعني ليش ما نطويها شكل؟ تشوفون الفانيلة ما تنطوي، تروح منا وتجي منا وتضوجكم، فخلوها مثل ما هي مشكلة، يعني مثل ما نقول على راحتها، وقصوها. بالنسبة لهذه هنطيناها في الشارع، وهذا الظهر أقل، وهذا الصدر. من هنا بقى عندنا الدقة، منشيلها ونشكلها ونشكلها بالخياط. وإذا نريد نشيل الكفة كلها ونحطها بمكانها نخيطها، وإذا نريد نخليها بس نشيل الدقمة مالتها. زين، هسه نباوعها نشوفها هالشكل، نشوف الحفرة مالتها مثلا إذا كبيرة نرجع نلمها بالخرط، وهذه نرجع إذا كبيرة نرجع منها ومنها ناخذها وننزل بيها، أو نخليها مثل ما هي حسب ما راح يكون عندنا. مثلا بالنسبة إلي أني راح أرجع أخرط هاي شوية، وأما القيراج من راح أخذه؟ راح أخذه من الردن نفسها. الردن أشوف الطول والعرض، أي اللي ينطيني يعني مطاطية أحسن أخذه، يعني إذا كان بالعرض أخذ بالعرض، بالطول أخذ بالطول، حسب المطاطية مالت الفانيلة. فأبدي أحول الشرايط قيراج، وإذا ما عندي أجيب من غير فانيلة، مثلا هاي هذه بازة ما بيها هيك الردن مالتها، أجيب غير شريط قيراج. وإذا من تيشرت آخر هم ممكن، فأشوف هذا شريط قيراج، أو إذا تريدون أكثر مضبوط، يعني ما طلع كلش مضبوط، بس إذا أكثر مضبوط هو هالشكل، تفكوها للردن وتحولوها إلى الشرايط. واو، لأنه ما طلع عدل، طلع بيه قوسة. عدلوه
هالشكل، اما تحطين مسطره مثل ما علمتكم هالشكل وتقصين، او تقصين على حسب ما تشوفين انتي كيف. هي يعني راح تتدربين بيها.